السلام عليكم متتبعين قناة أذواق لينا. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض حلوى جاري جبوند محبوبة الجماهير اللي كيحمق على الكبير والصغير. الحلوى اللي ما كتخطاش أي بيت، كتكون دائما حاضرة معنا في جميع المناسبات. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نحضروها بواحد الشكل جديد، والمذاق ديالها غادي يكون مختلف على ريش بوند اللي كنعرفو. تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش إن شاء الله تشوفوا الطريقة باش غادي نحضروا هاد الحلوى هذه. بالنسبه للمقادير، وحنا كنحضروا في الحلوه وفي نفس الوقت يعني غادي نقول لكم المقادير. في القصريه او في اي اناء كنوضع واحد شويه ديال الملحه، يعني ضروري قبيصه ديال الملحه. انا كتشوفوا عندي 3 ديال البيضات. بالنسبه للبنات الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوها، انا غنعطيكم الكميه اللي تقريبا كتخرج ديال 2 كيلو. انا خرجت لي البنات تقريبا نقولوا 2 كيلو تقريبا. انا كيف ما كتشوفوا غادي نوضع 3 ديال البيضات، وهنا غادي نزيد عليها كاس ونص ديال سكر سنيدة. هنا القياس بكاس العنبة. بالنسبة للحلاوة البنات ثم انكم تقدروا تحكموا فيها، بالنسبة لي انا استعملت غير كاس ونص. كاين اللي في 3 البيضات كيدير 2 ديال الكيسان، انا ما كنبغيش الحلاوة بزاف. هنا بالنسبة باش غادي نسمو غادي نوضع 2 ديال الفانيات. الى عندكم قشور ديال الحامض وكليكم انكم تنسبوا به، نسبوا البنات في قشور ديال الحامض، يعني كتجي حتى بالحامض كيجي المذاق ديالها زوين. انا غير ما كانش متوفر عندي هادشي، علاش وضعت هنا 2 ديال الاكياس ديال الفاني. هنا كيف ما كتشوفوا خديت الخلاط اليدوي وغادي نبدا نخلط به. كليكم انكم تستعملوا يديكم او انكم تستعملوا حتى هذا الخلاط الكهربائي، حتى هو يعني كيدوب لينا السنيده دغيا وكيخلي لنا جميع العناصر كتنسجم لينا. من بعد ما خلطنا مزيان ضروري البنات انكم تخلطوا مزيان، هادشي علاش قلت لكم الا عندكم يعني الخلاط ممكنكم تستعملوا فيه، راه كيجي يعني ساهل. هنا بالنسبه للزيت غادي نستعمل كاس ونص ديال الزيت، العباره البنات كاس ديال العنبه. استعملتوا كاس ونص ديال سنيده، استعملوا كاس ونص ديال الزيت، 2 كيسان ديال سنيده، 2 كيسان ديال الزيت. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا غادي عاوتاني غادي نخلط مزيان ضروري من ان هنا نديروا هذه العمليه هذه باش كتنجح لنا الحلوه ديالنا. ودابا البنات غادي ندوزو باش نوضعو الدقيق ديالنا. بالنسبه للدقيق البنات الكميه ديال الدقيق كتبقى على حسب نوعيه الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، وكذلك على حسب حجم البيض. بالنسبه للدقيق انا الكميه اللي استعملت تقريبا البنات ما نقدرش نقول لكم يعني شي حاجه اكزاكت، 1 كيلو لاروب ديال الدقيق تقريبا. كيف ما قلت لكم يعني غتبقى كل سيده على حسب النوعيه ديال الدقيق عندها، يقدر يهز ليها اكثر يقدر يهز ليها اقل. المهم هنا غنبقى نضيف الدقيق بشويه حتى غادي نجمع العجين ديالي. وكيف ما شفتوا وضعت عليها 2 ديال الاكياس ديال الخميره من فئه وزن 8 غرامات، يعني 16 غرام ديال الخميره. وهنا غادي نبقى نجمع العجينه ديالي حتى كنحصل على واحد العجين متماسك، ما يكونش مرخوف ومطلوق بزاف وما يكونش عاوتاني قاصح لينا. هنا الحلوه ديالي من بعد ما تجمعات كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم يعني العجين ما يكونش مطلوق وما يكونش مرخوف، يعني يكون بين وبين. ومن الاحسن البنات تخلي واحد شويه مرخوف لان ريش بوند باش كتجينا هذيك الرطوبيه ديالو. هنا غادي ناخذ العجين وغادي نقسمو على 2. هنا بغيت ندير نصف ابيض والنصف باللون الاسود. غادي ناخذ نصف ديال العجين غادي نوضع فيه، هنا وضعت فيه 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر. هنا بغيت العجينه باش تجيني يعني كلها سوداء، هادشي علاش وضعت هنايا 3 المعالق باش تجيني العجينه هكا غامقه. ولا شفتوا انكم محتاجين انكم تزيدوا الكاكاو يعني زيدوه، مهم حتى يبان لكم العجين يكون اللون ديالو غامق. دابا العجينه ديالي جاهزه كيف ما كتشوفوا،
يعني هذه باللون الاسود وهذه بالابيض. دابا ان شاء الله غادي نبدا نكور فيهم. بالنسبه للكويرات البنات انا غنديرهم غندير يعني على اساس انها غريبه، يعني غريبه كبيره كيف ما كتشوفوا، يعني غنديرش هكا صغيورين كيف ما موالفين كنلاصقوهم، غادي نديرهم كبارين. وانا بالنسبه للصفيحه ديال الفرن البنات انا كاع ما كندهنها، يعني كنرشها غير بشويه ديال الدقيق عاد باش كنوضع في قمنا الحلوه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا يعني كورت العجينه اللي بالشوكولاته او باللون الاسود، كورتها كامله وضعتها فوق صفيحه ديال الفرن كيف ما قلت لكم مرشوشه غير بالدقيق. الا كان عندكم الورق ديال الطهي ديروه حتى هو فوق اللاطه. صافي انا غادي نوضعهم في الفران الدرجه ديال الحراره ديالو 180، غنشعل عليها من الفوق ومن التحت. ويلا عندكم الفران ديال الغاز شعلوا عليه غير من التحت حتى كتحمر لنا، ومن بعد كنشعلوا عليها من الفوق غير كتحمر لنا غير واحد شويه صافي وكنطفوا عليها. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نزينو الحلوه ديالنا. كيف ما كتعرفوا ريش بوند يعني كنزينوها غير بالكوك، اليوم ان شاء الله البنات انا غادي نزينها بالفيرميسال بالشوكولاته ماشي هذاك اللي بالالوان يعني باللون الاسود. صافو هنايا كنحتاجو العلبه ديال او قرعه ديال الكونفيتور اللي كيكون جاري ديال الحلويات، وكندير فيه نص كاس ديال الماء زهر وكنوضعو فوق النار حتى كيعقد ليا واحد شويه وكنطفي عليه. ودابا ان شاء الله غادي ندوز للتزيين. انا كيف ما كتشوفوا خديت الحلوه ديالي وضعناها وضعتها في الخليط ديال الكونفيتير والمزهر، وضروري البنات نخليوه تقريبا واحد المده ديال 5 دقائق حتى كتشرب من الحلوه مزيان باش كتجينا اسفنجيه وكتجينا هشيشه هشيشه البنات. يعني ضروري ديروا البنات هذه العمليه دي، ماشي زعما غير تحطوهم وتهزوهم، ضروري خليهم واحد 5 دقائق عاد باش هزوهم وضعوهم يا اما في الكوك ولا في اي حاجه يعني بغيتو تفندوها. انا صافي غادي نبدا نسقر فيها، دازت انا 5 دقائق وغنضعها ان شاء الله في فيرميسال، وغادي نوضعوها مباشره فوق الفيرميسال وغادي نفندها فيه مزيان. ضروري البنات يعني تفندوها حتى كتجي يعني كلها ملبسه بهذاك بالفيرميسال، كتعطي واحد الشكل راقي للناس. جربوها راه كتجي غزاله، وحتى المذاق ديالها كيجي مختلف. غنوريكم البنات يعني عن قرب كيفاش كيجي الشكل ديالها، كيجي الشكل ديالها راقي وزوين، وكيف ما قلت لكم راه حتى المذاق ديالها يعني كيجي غزال. صافي انا غادي نستمر، غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي بالشوكولاته وغنوضعها هكا مباشره في سوبيرا ولا فاش غنوضعوا الحلوه ديالنا. صافي وغادي نسد عليها وغادي ندوز ان شاء الله باش نفند اللي الاخرى اللي في الكوك. ودابا البنات غادي ندوز غادي نفند اللي بقى ليا يعني العجين الابيض غادي نفندو في الكوك. هنا كيف ما قلت لكم يعني وضعتها في الخليط ديال الكونفيتير والمزهر، يعني كنخليها البنات يعني كنخليه كيتشرب مزيان، وكنبقى مره كنبقى نقلب فيها باش كتشرب ليا. يعني ضروري البنات هذه العمليه هذه باش كتجي معاك ريش بوند ناجحه. راه كاين اللي كيصاوبها ولكن ما كتجيش هذيك الرطوبيه، لان ما اغلبيه ما كيديروش هذه العمليه هذه، يعني ما كيخليوهاش حتى كتشرب مزيان. ضروري خليو البنات تشرب. صافي وكنوضعوها هكا في الكونفيتير، يعني هذه الطريقه هي الطريقه المعتمده ديال ريش بوند. صافي وغادي نفندها مزيان مزيان في الكوك. كيف ما قلت لكم الا بغيتو ديروهم كويرات صغار وتلصقوهم ديروها يعني الطريقه المعتمده. وفي الوقيته اللي حنا كنفندو فيها يعني في الكاسرونه كنوضعوا حتى الكميه الاخرى، يعني انا على ما كنجيو هكا نكملوا التفنيد ديال اللي في الكوك كنلقاو اخرى راها تشربت ليا. صافي هنا البنات غادي نكمل كلشي ان شاء الله اللي عندي وغنتلاقى معكم باش نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، حلوه ريش بوند محبوبه الجماهير كيف ما قلت لكم اللي كيعشقها الكبير والصغير. اليوم ان شاء الله كيف ما شفتوا يعني درت لها تغييرات اللي جات ما نقولش لكم البنات، جا فيها واحد المذاق رائع رائع وجات غزاله البنات، بالاخص هذه اللي مفنده في فيرميسال عطات واحد المذاق اللي مختلف على ريش بوند اللي كنعرفوها. ولكن في الطراوه ديالها راه كتجي طريه طريه البنات، يعني اسفنجيه كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذا الشكل هذا، ولا بغيتوا يعني ديروها ككويرات صغار وديروا نفس الطريقه ديروها يعني حتى غادي تجيكم زوينه. بالنسبه كاين اللي كيستعمل الزبده فريش بوند، ولكن الوصفه الاصليه ديالها هي بلا زبده باش كتعطي واحد اللذه وكتجي يعني فيها واحد المذاق زويون. المهم البنات هذا هو الحلوه ديالنا او حلوه ريش بوند، كنتمنى ان شاء الله يعني تنال الاعجاب ديالكم
وتشجعونا وما تبخلوش لنا ان شاء الله بالتعليق، وتبارطاجوا هذا الفيديو هذا مع صحاباتكم باش حتى هما ان شاء الله يجربوها، بما ان ذكرى مولد النبوي ان شاء الله قريب، علاش لا البنات ما ديروهاش؟ يعني حلوه اقتصاديه وكتخرج واحد الكميه وفيره. ولا كنتوا اول مره البنات ما تنساوش، الا كنتوا اول مره غتزوروا قناه اذواق لينا ما تنساوش انكم تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ان شاء الله باش تعم الفائده للجميع. وطبعا هذا البنات فضلا وليس امر، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.